بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان وين ما كنتم، من مقرن النيلي من العاصمة الخرطوم، نلتقيكم في لقاء جديد وأول عبر 24 قيراط، وكل عام وأنتم ألف خير. كل سنة تامين ولامين وما مفقودين ولا فقدين، والرحمة والشهداء للشهداء اللي ارتقوا، وأيضا لعاجل الشفاء للمرضى والجرحى بالتأكيد، وكل الناس اللي فقدناهم في كل مكان عبر الأيام السابقة. بالتأكيد حلقات كثيرة حتكون بمواضيع مختلفة عبر 24 قيراط وعبر كل البرامج من قناة سودانية 24. وعيدكم سعيد وعيد أضحى مبارك على الجميع في كل مكان. كل سنة أنتم طيبين، وكل سنة أنتم طيبين على همبريب وفرقة أسلاف الموسيقية، وعديد الفقرات اللي حتجمعنا بكم في 24 قيراط، أولى حلقات لليوم في أول أيام العيد. كل سنة أنتم طيبين وتابعونا، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد، 24 قيراط تجمعنا بكم. عمار، احنا حنعرف المشاهدين اليوم على فقراتنا لليوم لحلقه اليوم. عندنا اخبار 24 قيراط، وعندنا اخبار المشاهير، وايضا فقره جانا العيد مع علي همبري، وايضا فقره او هو فيتشر تقرير عن زياره لمحل صناعه وبيع الالات الموسيقيه، ونحن نتحدث عن الالات الموسيقيه ولدينا اليوم فرقة أسلاف الموسيقية. صح، موجودة معنا. حنمشي برضو لسلام للبلد من الدوحة، حنشوف مجموعة برضو من التفاصيل مع يسري صلاح، ونتعرف عليه أكثر، ونتعرف على مجموعة من الأشياء عبر 24 قيراط. هي آخر فقراتنا حتكون معكم سلام من البلد، وسلام لكم اليوم، و24 قيراط معكم نحن ولكل الفريق العامل. بحييكم لليوم، بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين، تابعونا. عودة لكم من جديد متابعي 24 قيراط في كل مكان. وصلنا معكم لأخبار 24 قيراط، مجموعة من الأخبار تداولها العديد من الناشطين والعديد من الرواد في كل مكان، حنتابع من خلال هذه الفقرة. حنشوف في أخبار 24 قيراط في الخبر الأول اختيار السودانية آية جمال رئيسا للاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة. انتخبت السودانية آية جمال محمد خريجة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم لرئيس المنصب رئيس الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة، والذي تستمر دورته لمدة عامين بمقره بالأرجنتين، وذلك بعد منحها جائزة أفضل مسؤول اتصال في الشرق الأوسط تقديرا لما قدمته عبر تنفيذ 21 حملة صحية منها حملة بشرتي. ورفعت آية 18 تقريرا كما أسهمت بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية الاتحاد. وأوضحت الدكتورة آية أن الاتحاد يهتم بتنمية قدرات الصيادلة، وذلك من خلال التدريب والتبادل الطلابي بين الدول من خلال برنامج استضافة الطلاب لمدة شهر في دول أخرى ليكتسبوا عبرها خبرات جديدة وطرق مختلفة في مجال علم مهنة الصيدلة ونقلها لبلدانهم، كما يتيح الانضمام للاتحاد المشاركة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة واجتماعات وزارة الصحة في كل دول العالم. طيب، الخبر الثاني عندنا بقول إنه استعدادا للعيد حنبنيه، تبتدر حملة لفتح المجاري، مجاري الأمطار، وغرس سكتنا واحدة أبواب للمعروف والتكافل على خلفية الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة الخرطوم الأسبوع الماضي والأيام الفائتة. أطلقت مبادرة حنبنيه حملة جديدة لفتح مجاري المياه المتكدسة بالأتربة والأوساخ، أملاً
في أن يساعد ذلك على تصريف المياه المتراكمة في المجاري والمصارف الموجودة بالمدينة. الأمطار وبداية تأسيس أتيام العمل الميداني التي بدأت أعمالها بنشاط وحيوية، يذكر أن منسوب المياه المتزايد قد أضر بالكثير من الأحياء والبيوت السكنية، وبالأخص منطقة جنوب الحزام التي تهدمت فيها منازل كثيرة. روية طبعا تابعنا مجموعة من الأخبار وشفنا مجموعة من الصور لكثير من البيوت اللي تهدمت في الأيام الفائتة، وزي ما كنا بنلاحظ أنه الناس كان بيتفاعل نفير والناس ترجع من جديد والناس تتفاعل معها بشكل كبير. بالتأكيد، ولدينا عديد الأخبار أكثر برضو كمان عن أخبار المشاهير زي ما كنا معكم في أخبار 24 جيرات. خلينا نطلع فاصل ونجي نتواصل نتعرف أكثر على ضيوفنا اليوم من خلال 24 جرات. نمشي الفاصل. إذن هي عودة من جديد، نتعرف على ضيوفنا لليوم من خلال حلقة 24 جرات. علي همبريب هو ضيف فقرة جان العيد وأيضا فرقة أسلاف. مرحب بكم كثير. زي الحال. نحن نرحب بعلي. علي تفضل، ادخل لنا. تفضل يا علي. زيك. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ ان شاء الله طيبين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. طيب ربنا يحفظك. ايه الحال؟ السنه الجايه كده نلقاكم زي ما عايزين ونلقى السودان بخير ان شاء الله، ونلقى البلد طيبه ان شاء الله يا رب. تفضل. سعدنا بك جدا اليوم. الله ينزهك سعيد يا اخي. الاخبار شو اموركم؟ الحمد لله شكرا. والله يا اخي انا لحد اللحظه دي ما فاهم حاجه. كيف كان شربوت ولا انت عارف الزول بضحي وبنكون مركزين على الشربوت اكثر من اللحم، فبنومك يعني. حسب لاحظ مجاهد ركز معك تركيز. مجاهد وكارلوس ومحمد برضو تحية لكم، كل عدتم بخير. كيف الأمور؟ إن شاء الله طيبين كلهم. اليوم حنستمتع معكم أكيد بأغنياتكم الوطنية والتراثية أيضا، والنطق الصحيح لأغنياتكم بالطمي هي أولى الأغنيات حتكون. حنجيكم لها، لكن علي كل سنة طيب من جديد وانتو طيبين. بس دقيقة عن إذنكم، بس ممكن لحظة؟ تفضلوا. بس لحظة واحدة بس، خليكم قاعدين. بس ماشي جيب شربوت. لا 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 دقيقة، عندي مفاجأة. بس دقيقة بس، عندي مفاجأة. هيجيب شربوت. تكون ما قصرت نهاية. ياخذ أحلى حاجة شربوت. عادين انت ما بتشرب شربوت؟ انا بشرب شربوت، ده ما عندك مشكلة. جيب الشربوت. يا سلام، والله هدية قيمة يا عمار. كوباية واحدة. واضح انها كوباية. لا لا هي كوباية واحدة. تعرف ليه؟ انا اول حاجة طبعا لانه الشربوت ده عم لحجة مريم بالمناسبة. يا سلام، يا سلام، تحية ليها. تحية لك يا حجة. تفضل يا عمار. تفضل يا عمار. ندي الضيوف اول. هاي بس المزيكا. ندي الضيوف اول نحن. لكن ما حيظنوا لنا كده. لا لا طيب، ونحن ما حنزع. تفضل. يا سلام، عندنا كوباية ثانية. يلا. هاي هذا كلام طيب. شكرا. لقيتني كيف على كوباية. باليوم هاي بس ما تتقل. ها؟ ما تتقل ليه؟ فيه مشكلة هو؟ لا ما فيه مشكلة، لكن منون؟ بلح ده ما توصل. أنا غيرت شخصيا ما قاعد أشرب. شربوت؟ ما قاعد أشرب. مش حاجة غريبة؟ يا أخي بها الاختلاف. السودانية ما بتشرب شربوت؟ السودانية ما بتشرب شربوت. كثير زي والله. وفي ناس ما بياكلوا المرارة. برضه ما باكل المرارة. ما تاكلها صح؟ ما باكل الكموني. ما عشان حاجة والله، بس كذا قمت ما قاعد أكلها. في ناس كثير كذا بالمناسبة. الشربوت كان ممنوع عندنا في البيت من الوالد، وخلاص كبرت على الحاجة. لا لا نحن قمنا، نحن أصلا تربينا على الشربوت والمرارة. ما انا ليلة استمتعت شديد. أيوة والله. انا ليلة بس اكلت الشيء ضربت. لا لكن عمار ده بيشرب الشربوت. هاي كوبايتي معي. هاي جميلة خالص. لا لا لكن كيف؟ والله فظيع. خفيف صح؟ هاي لك بس ما تزيد الكوباية. هاي لك حق ما تفهم حالك. عنده فوائد كثيرة طبعا. شربوت؟ بلح. هاي مفيد. هاي. عنده فوائد كثيرة جدا. هاي. طبعا بياكد على الفوائد عشان. هاي بياكد على الفوائد. طبعا الكلام هذا الشربوت حذر جدا. لأنه الشربوت هو يعني بيتعامل بطريقة معينة، لو قمت زودت في الطريقه باي شكل من الاشكال ممكن يتحول لحاجه كده بتخليك نايم كثير. نايم كثير. بس نايم كثير. نايم كثير. بس انت مصحصح الليله معانا لانه الشربات ما زاد فيه حاجه. انا مصحصح خالص. حاجه مريم عملته مظبوط، التحيه ليها، وكل سنه هي طيبه
وعلي همبريب. دائما الحديث يعني مع الفنانين والمبدعين بيكون عن البدايات، وانت ارتبطت بقصة بداياتك مع قصر الشباب والاطفال. وقت لكن شفتي كان عامل كيف تذكرها؟ اول حاجه الوقت ذاك يعني. انت عمار قبل ما عرفته صح؟ عمار قال كده لانه احنا لما لقيناك في الاول ما عرفنا. حصل تغيير فعلا؟ حصل تغيير في اي شيء. احنا لقيناك قبل 40 سنه في البلد كلها اساسا. تغيير ايجابي صح؟ ايوه تغيير ايجابي اكيد يعني. بداياتك كانت مرتبطه بالتجربه دي قصر الشباب والاطفال ولا كانت قبلها؟ هي طبعا اكيد قبل قصر الشباب كان مرحله زي ما تقول صقل الموهبه بالعلم. والوقت ذاك يعني كان المؤسسات الدراميه كان في المعهد او كليه الموسيقى والدراما، كانت قبلها المعهد العالي للموسيقى والمسرح، لكن احنا لما جينا يعني عشان اوريكم ان انا صغير عملوها كليه الموسيقى والدراما. ايوه صلح عليك. اي صلح عملوها كليه الموسيقى والدراما. يا سلام. بعد ذاك نحن درسنا في القصر، والقصر كان لا يقل، وان كان هو ميني شويه كده من كليه الموسيقى والدراما، لكن بعد ذاك او قبل ذاك كنا في الفرق وفي الحله وفي الشارع وفي في المراكز. انا بديت في مركز شباب الربيع في الدرمان، وبحيو من هنا وبحيي الاستاذ قائد حسن، ده اول زول مسك بيدنا كده ووصلنا في السكه دي. يا سلام تحيه له. تحيه له والله. يا سلام. واقول لكم استاذ انت طيب يا استاذ. وانت طيب. طيب مع الاستاذ حسن وحاجه مريم. أيوة. استاذ خالد والشربوت واسلاف معانا برضو موجودين الشباب. خلينا نسمع منهم حاجه في الاول. نسمع منهم. يلا نسمع منهم حاجه. هنسمع شنو؟ الشربوت ده ما ياثر يا جماعه. هنسمع قطعه اسمها انيتنج. اسمها شنو؟ انيتنج. يعني شنو؟ هي اغنيه اثيوبيه لكن الهدف منها بالامحرنيه؟ هي بالامحرنيه. اوكي. مركزين على استخدم الهاند عندك. ايوه استخدم المايك. انه كيف الموسيقى التراثيه بتربط الشعوب مع بعض. يا سلام. يعني هي اللحن بتاع انيتنج عمله بكير سليم، هو ملحن اثيوبي. استوحى اللحن بتاع الاغنيه من موسيقى سودانيه، من اغنيه سودانيه. فعشان كده احنا حبينا نشارك الحاجه دي لانه حاجه بتربط الشعوب مع بعض. فهنعزف بنادي. طيب كويس. خلينا نسمع وبعد ذاك نشوف معلومات الكتب بتقول فيها. نسمع خصوصا تحيه للاخت الشقيقه اثيوبيا. حب وسلام كبير جدا للشعب ده زي ما بحبنا نحن برضه بنحبهم والله. اكيد اكيد اكيد. نسمع طيب يلا. Thank you.
سلام. شكرا المقطوعة جميلة جدا. الموسيقى لغة الشعوب وتبادل يعني تراث بين الشعوب حاجة جميلة جدا. أنتوا فرقة سودانية مهتمة بالتراث السوداني، هل بالمقابل بتعكسوا التراث السوداني ده في الدول الجوار كأثيوبيا مثلا أنتوا الآن بتعزفوا لها؟ أكيد طبعا زي ما قلت لك بقى من فيديو القطعة إنه الحاجة الرابطة أفريقيا ريسنتلي مع بعض هي الموسيقى التراثية ما الموسيقى الحديثة. يعني إذا جيت رجعت ل مثلا الأصل بتاع الموسيقى الأثيوبية بتلقي إنهم في فترة من الفترات استعانوا بالتجربة السودانية في عشان هم يطوروا المجال بتاعنا الموسيقي. فهو أكيد رابط بين الشعوب كلها. بنستخدم تحديدا الموسيقى التراثية لأنه هي actually الحاجة اللي بتقدم الأيدنتيتي بتاعت بلدك الحقيقية اللي هي ما تأثرت بظروف بتاعت المودرنايزيشن اللي حصل للموسيقى عموما. يعني شنو في مودرنايزيشن الحال ما يكون الشربات مؤثر دي ما داري شنو الشربات قلب معي انجليزي كده لانه علي كان يعني مركز معك شديد اسمه شنو مودرنايزيشن شنو مودرنايزيشن ها شفت يلا ذا الكلام اللي عم قال احنا قصدنا بعدين تحديدا نحن في اسلاف قصدنا تحديدا غرب السودان منطقه غرب السودان لانها هي منطقه كانت هي الحق علينا نحن ما ركزنا مع المنطقه دي لانه فيها هي حته مليانه بالثقافه موسيقيه عجيبه شديد يا سلام والحان جميله واشعار اجمل. طيب نحن برضو ماشيين غريب لكن ماشيين فاصل من ثم نرجع لكم من جديد. خليكم معنا عبر عيد الاضحى السعيد و24 كرات. خليكم معنا. عودة لكم من جديد متابعينا الكرام في كل مكان عبر 24 قراط وما زلنا متواصلين معاكم وعيد أضحية سعيد عليكم في كل مكان. حنمشي لأخبار المشاهير. أخبار المشاهير فقرة أخبار المشاهير أول خبر عندك شنو؟ نعم هي فقرة راتبة على 24 قراط. أول خبر عن جدودنا زمان عمل فني جديد لأحمد أمين. هي عموما أخبار المشاهير في الغالب في الوضع الراهن في البلاد السياسي بالتأكيد حتتكلم عن التغيير اللي حيحصل في البلاد من قبل المبدعين. أول خبر جدودنا زمان عمل فني جديد لأحمد أمين بعد نجاح فيديو كليب حرية سلام وعدالة لأحمد أمين والتي أصبحت أغنية الثورة السودانية ثورة 19 سبتمبر. يستعد الفنان الشاب أحمد أمين لإنتاج فيديو جديد بعنوان جدودنا زمان وجدير بالذكر أن الفنان قام بإعادة توزيع موسيقى الأغنية. جدودنا زمان وصونا عن الوطن عن التراب الغالي المال وثمن إذن أحمد أمين بالصراحة كانت عنده أغنيات جميلة جدا للثورة وجدت قبول منقطع النظير عند الشباب بالتحديد. الخبر الثاني بيقول نسخة ثالثة لعشان بلدنا بعنوان حنبنيه. مبادرة عشان بلدنا بدأت بالاستعداد لبداية مشروع جديد بعنوان حنبنيه وذكر الفنان مهيد عباس أننا نحاول أن نقدم مساهمتنا في نسختها الثالثة من عشان بلدنا إيمانا منا بدور الفنون في التغيير وبناء وطن ديمقراطي يسع الجميع. وتعبر هذه النسخة الثالثة والتي سيشارك فيها العديد من نجوم الفن في هذا العمل القادم من كلمات الشاعر الشاب محمد حسن والدسيد والحان حسام عبد السلام ويتوقع يتم تدشينه في رأس السنة 2020. معنا بالهاتف مهيد عباس الآن مباشرة على الهواء المخرج مهيد عباس. مرحبا بك أستاذ مهيد.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب. كل عام وانتم بخير. ربنا يحقق كل أمانيك ونبني الوطن وينعم بالاستقرار بإذن الله والسلام. جمع إن شاء الله. والله ده حلم كبير يا أخي، إنه يعني أنا قلت قبل كده إنه إحنا كان مسؤولية قدامنا كبيرة جدا عشان ما نقدر نغرس مفاهيم التربية الوطنية عند الناشئة والشباب، ولكن الثورة السودانية جعلت مننا تلاميذ نتعلم من هؤلاء الشباب الصمود والبسالة والتضحية من أجل الوطن. إذا المهمة أصعب، وإذا العمل القادم من الموسم الثالث من عشان بلدنا المسؤولين فيه أكبر، ونتمنى يعني إنه يجد القبول والإحسان ونقدر يعني نحقق من خلاف الأهداف اللي إحنا بنينا عليها المشروع من البداية بإذن الله. ينعم السودان بالسلام الاستقرار والسلام ويتحقق الأمنيات والأحلام بكل تأكيد. النسخة الثالثة فريق العمل، كلمنا عنه أكثر، من فنانين وملحنين في الفريق. نحن دائما يعني قاعد نصطحب معنا الفنانين الشباب الأصلا موجودين معنا في المجموعة. هي المجموعة موجودة أوردي ومتواصلين الناس بشكل دائم، وأهمهم إنه كله ما ربنا يقدرهم يقدموا عمل وطني جديد يعني يليق بالشعب السوداني العظيم ده. نحن نفس المجموعة بيكون في إضافات السنة دي من الرواد ومن الشباب النجوم. والمرة دي حكتب لنا محمد حسن سيد لأول مرة، طبعا الموسم الأول والموسم الثاني كتبوا الصديق الفنان جدا أحمد بلال وبنحيوه من هنا. ومهام التوزيع والألحان دي مهام حسام عبد السلام، هو اللي حيلحن ولا حيستعين بملحين، ده شيء بري عليه. فيما يتعلق على المستوى التجهيز والتحضير، نحن سعيين نقدم صورة شكلها مختلف شكلها جديد إذا ربنا يعني قدرنا. وعلى مستوى الاستعداد نحن قاعد نستعيد، يعني نحن في اجتماعات دائمة مع كل الفنانين الشباب دي ونتساكر ونتشاور ونتحاور حوالين انه لازم يكون العمل بشكل مختلف ولازم الناس تقدم فيه شيء جديد. العمل بعنوان حنبنيه، يعني زمان كنا نتكلم عن بلسان الشرق والغرب والشمال والجنوب، ونتكلم بلسان الوسط، ونتكلم بلسان الحكاة الفنانين وغيره، بس احنا حنتكلم بلسان عموم اهل السودان حول المشروع المطروح الان هو بناء الوطن. الوطن الحقيقي محتاج لتضافر جهود، وزي ما قالوا زي الجلابيه المحرره اللي ما تمسك تلقاه يعني بدون في يدك. الوطن محتاج لشغل كثير شديد، محتاج لانه كل الناس تجيب حوله، ودي مساهمتنا نحن كفنانين في اننا نقدم اعمال وطنيه يعني خالده ويعني تساهم بشكل كبير في بناء الوطن. بالتوفيق لكم مهيد عباس، وتحية لفريق العمل، كل سنة هم طيبين، وتحية خاصة للشاب محمد حسن والسيد الزميل. وفي كل نسخة زي ما قال بيكون في اسم عنده دلالات وأهداف، النسخة دي حنبنيه تستوعب التطورات في البلد. بالتوفيق لكم وكل سنة وانتم طيبين. عبركم اسمح لي بس يعني أبارك العيد لأمهات الشهداء وللكنداكات ولكل الزوار في بلادي، وعبركم برضو أقدم التهاني الحارة بالعيد للزوج العزيز ضحى لكل أصدقاء المعارف، وشكرا لكم وتفضلونا وترقبونا وإن شاء الله حنقدم لكم حاجة جميلة. شكرا، ونحن في الانتظار. عمل كبير ورائع بكل تأكيد، ونحن ننتظر ونترقب هذه الأعمال التي تستوعب هذه التطورات في البلاد، وحنبنيها بكل تأكيد. الخبر الأخير من أخبار المشاهير، بيني وبينك الأيام تتجدد بأداء بديع يشعل السوشيال ميديا. في اليومين الماضيين تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه أسرة تغني أغنية بيني وبينك والأيام، ووجدت انتشار كبير في مواقع التواصل الاجتماعي من رواد المواقع. نتابع سويا هذا الأداء الجميل من هذه الأسرة. سلام. حقيقة أداء جميل من هذه الأسرة الجميلة. السنة الفائتة كمان برضو كان في طفلة كان في السيول
كانت بتغني أغنية كنت بترددها امبارح يا عمار. صحيح كنت امبارح كنت بغنيها فيها. عطف عليك يا ريم. رماز رماز صحيح لها تحية ولا أستاذ. التحية تحية اليوم. بغنيها رأيك شنو؟ أعطف علي يا ريم يا نافر الغزلان خصرك رقيق علي قلبك حجر ملال. حسستوني كده بالحماس. نسمعها رأيكم شو؟ حلوة باي على الهواء مباشرة. اسمع لها جزء. أيوة والله الكوب الاول الباقي من الشربوت بالمناسبه حافظه اهو بالله شكله نسى والله بنسيت يعني نسيت كدار بالله. رايك شنو في القانون ورايك شنو في القانون؟ القانون دي قريتي قريتها لكن ما اشتغلت بها حاجه غريبه عشان كسالتك رايك شنو. انا طبعا شوف القانون شيء مهم جدا في انه بالذات بعد كلام مهيد اخونا مهيد عباس مهيد كل سنه طيب هو طيب ان شاء الله صحه والسلام ان شاء الله وربنا يخليكم وسرتك ويخلي السودان بخير. وانا من اقتبس من كلام اخونا مهيد بقول يعني اسر الشهداء والجرحى كل عام وانتم بخير وربنا ان شاء الله يعني يقدم السودان والمهر اللي الدفع غالي ولكن ان شاء الله نتائج الحاجه دي حتظهر ابتداء من حمله حنبنيه ان شاء الله حنبنيه وحتكون قريب. لا لا ان شاء الله بس بحاجه مهمه جدا يعني النقطه دي انا بهديها لمهيد عباس ده قالوا سوداني وامريكي وياباني الثلاثه جابوهم مع بعض خدتهم في ميدان عام جابوا جهاز لكشف الكذب خدتوا الجهاز قال لهم حنسالكم سؤال وحتجاوبوا قدام الجهاز اللي بيكذب الجهاز حيصفر السؤال كالاتي بتخططوا بعد 10 سنه لشنو؟ الامريكي وقف قدام الجهاز قال نحن بنخطط بعد 10 سنه نخلي كوكب الارض نعيش في كوكب المريخ الجهاز صفر تعيش في كوكب المريخ كيف؟ ما في اكسجين، ما في اسباب حياه، ما في اراضي خصبه، اطلع. جا الياباني وقف قدام الجهاز قال نحن بنخطط بعد 10 سنه نصنع انسان الي ياكل يشرب يتكلم يتنفس، الجهاز صفر يا زول تصنع انسان يتنفس كيف كذاب؟ اطلع. السوداني وقف قدام الجهاز قال نحن بنخطط الجهاز صفر. قبل ما يتم. لكن ان شاء الله ان شاء الله من حنبنيه الجهاز ما حيصفر ان شاء الله. لكن يا علي رغم دراستك للقانون يعني اللي خلاك تطرق ابواب الدراما باوسع ابوابها كده شنو؟ بحبها أيوة جدا والدراما هي الحياه ونحن يعني انا بوجه يعني الشكر للمدارس كانت في الوقت ذاك هي اللي بتساعد في تنميه المواهب عبر الجمعيات الادبيه الجمعيات الادبيه والدورات المدرسيه هي اللي كانت بتنمي المواهب فاحنا بدينا في المدرسه بعد ذاك حسيت بانه التمثيل اقرب لي والدراما والشغل والكذا وكونه انك تقدم حاجه والناس يكونوا مبسوطين وسعيدين وكذا فالحاجه دي استمرت معانا لكن فترة. اصريت عليها يعني اصريت انه انا اواصل دراسه القانون بحب القانون جدا جبت فيكم في شنو؟ في القانون حتى ما تحصرني كذا جبت والمعادله وحاجات لا المعادله ما عملتها المعادله لانها طبعا في ناس فاهمين خطا طبعا الجهاز ناس فاهمين انه المعادله جزء من البرنامج الاكاديمي المعادله هي تنظيم مين هذا القانون صحيح. يعني المعادله حاجه تابعه لوزاره العدل وانا صراحه داري اشتغل في الحاجه المحتاجه لي في البلد يعني
انا حسيت بانه البلد دايره تبتسم وتضحك انا هشتغل في المجال ده. لكن بالمقابل يعني في ناس كتار درسوا تخصصات مختلفه ورجعوا درسوا القانون من جديد عشان يعرفوا حقوقهم اكثر عشان تقدر تقول انه يحاولوا كده يرتقوا بمهنتهم اللي هم فيها ما لها علاقه بالقانون اكثر من خلال معرفتهم بالقانون. القانون طبعا مربوط بالحياه كلها. هو يجب انه اي انسان يعرف القانون، ما شرط تدرس القانون او تدرس كليات القانون، لكن اهم شيء تعرف القانون. طيب. وفي المرحله الجايه اي سوداني يفترض انه يعرف القانون عشان يعرف حقوقه وواجباته. طيب نحن عندنا قانون الفاصل، حنمشي لفاصل من ثم نعود لكم من جديد عبر 24 قراط وعيد اضحيه سعيد، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا و24 قيراط جمعنا بكم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيب يا عمار من جديد، كل سنه طيب يا علي وفرقه اسلاف الموسيقيه. واحنا جايين لكم مباشره بعد الفاصل له، وعندكم تجارب لانتاج فيديو كليبات. والله في احنا شغالين مع مشروع اسمه مشروع نجاره اللي هم برضو مهتمين بالتراث السوداني. قرب المايك اكثر. مهتمين بالتراث السوداني. فبدينا نعمل افكار بسيطه كده. اولا قمنا عملنا سجلنا لايف سيشن فو زي اربع اعمال، اثنين منها تراثي وواحد كان هو العمل اللي اسمه انيتنيتش الهسي اللي عملناه قبل شويه ده. من ضمن الاعمال دي عمل اسمه الراحل بعيد، كلمات احمد النجر والحان دريج وبالطمي اللي هي برضو كلمات فضل بدين والحان احمد النجر. يا سلام. كانت فكرة بس بتاعت إنه نحن نحاول نجرب إنه نحن بالأربع آلات اللي عندنا دي اللي هو 12 وتر، الجيتارات والعود والفلوت. حتى ما فكرنا نضيف آلة الإيقاع لسه، قلنا دارين نجرب إنه نحن كيف ممكن نخط القالب بتاع الموسيقى التراثية في الإيقاع، ننقله إلى الحاجة اللي اسمها المدرسة الجديدة اللي تولدت اسمها الورلد ميوزك، اللي هي ما جاز ما بلوز ما روك أند رول ما بوب. هي مدرسة قايمة اسمها World Music اللي هي الناس بيلعبوا الموسيقى الأوريجينال بتاعتهم، لكن بيخطوها في قوالب سواء عن طريق استخدام آلات حديثة زي الجيتار أو الفلوت أو البيز، لكن حفاظا على الروت بتاعها عن طريق إنك تضيف آلة تقليدية زي آلة. طيب. العود الوترية. أيوة. خلونا نشوف. أو آلات إيقاعية. أيوة. خلونا نشوف الفيديو. علي نشوف الفيديو. نجم تاني بتطمي. بتطمي. طمي. يلا نشوف. Yo,
متفق مع اللحن والحياة الجميلة. مشينا كده على قلب السودان في الشاف جبل مرة، في الشاف سودري، في الشاف الأبيض، في الناس مشيت حتات الفاشر نيالة، شفنا حتات كثيرة جدا مع الطبيعة وفي الجو الخريفي ده يعني. يا سلام عليكم، تسلموا كثير. برضو أحب أنه من هنا ألقى الفرصة أنه نحن نلغي التحية لأخواننا اللي ما قدروا يكونوا معنا، محمد آدم هو المغني الرئيسي للفرقة، ومهند فلوت هو عازف على آلة الفلوت، هم الليلة ما توفقوا أن يكونوا معنا بجاي، فنحن من هنا بنعيد عليهم ونسلم عليهم. كل سنة هم طيبين ومقاعدهم شاغرة، يكونوا معنا إن شاء الله في حلقات كثيرة من 24 أكرات بإذن الله. علينا نرجع لك نجي لي همبي. أنا والله الأغنية دي كيفتي جدا، بعدين بالمناسبة الغريب ده مليان مليان وغني جدا بالإيقاعات وبالتباين وبالحاجة الجميلة بتاعت المزيكا دي. فمزيكتنا في الغرب لو الناس ركزت عليها زي ما الشباب دي لسه مركزين عليها، فهي بتدينا بعد كبير جدا. صحيح، الكوميديا برضو بتدينا بعد كبير جدا. في اثنين من هنا الغرابة دي قاعدين بالمناسبة حضروا لهم مؤتمر كده أو لما كده بتاعت ناس كده، في زول مسؤول سياسي كده كان جاهم كلام ده طول، فجاء وبعدين وقف كده هو بروف، فقال لهم أنا كبروف جيتكم في هذا المكان إن شاء الله أنتم يعني يجب أن تفتخروا، لأنه أنا كبروف هطور لكم المنطقة، وأنا كبروف همشي لكم الحاجات، وأنا كبروف الاثنين اللي واقفين دول قال لي إسماعيل أنت بروف ده شنو؟ قال لي والله ده معناته زول قرك إيه لما شوطن زي الزول ده. تحية لأهلنا في غرب السودان كلهم. أي طبعاً هم ناس نوكيهم. صحيح. لكن يعني دائماً الكوميديا هي ضاحكة ولا في أدوار جادة هي بتلعبها؟ الكوميديا هي جدية لكن بالنمط الساخر، يعني هي الوجه الساخر للدراما. يعني الدراما بتنقسم الاثنين كوميديا وتراجيديا. التراجيديا هي عكس الصورة بشكل جاد، والكوميديا هي عكس الصورة بشكل ساخر. فإحنا مركزين على الكوميديا، والكوميديا لما نتعايل لباطنة بتلقاها هي قمة التراجيديا. مثلا ناخد نموذج لكوميديا فيها تراجيديا. لا ناخد نموذج لكوميديا، يعني أسي مثلا زي النقطة قبل شوية بتاعت التخطيط دي. النقطة بتتكلم عن إنه نحن بنعاني من مأساة التخطيط. صحيح. فلما صفر الجهاز لأنه قال إحنا بنخطط صفر، فإحنا ما يعني لأنه في ثلاثة فات ما كنا بنخطط، فيجب إنه نحن زي ما قلنا قبيل في حملة نبنيه نبدأ نخطط. خصوصا عندنا ناس كتار دارسين دراسات كثيرة في السودان لا علاقة بالتخطيط والاستراتيجي، وكفاءات في السودان وشباب بإذن الله حنبنيهم. وبالمناسبة كفاءاتنا على كل مستوى العالم، يعني أسي قبيل أخونا الأستاذ بتاع المزيكا ذكر واحد فيهم قصد من كارلوس. كارلوس أي يا أخي، أنا أقول شايفك وين يا كارلوس يا. والله ديقنك دي هو كارلوسات. كارلوس ذكر نقطة قال استعانوا بينا في أثيوبيا. هو بالمناسبة مش أثيوبيا بس، يعني أثيوبيا استعانت بالمزيكا السودانية في مرحلة من المراحل، لكن العالم بشكل أجمع استعان بالخبرة السودانية. احنا خطيرين، لكن المزيكا وصلت أثيوبيا، النقطة ما وصلت. النقطة هي شيء محلي، ما انت الدراما هي الدراما هي نقل الصورة المحلية بتاعتك. أيوة وصلت. هي نقل الصورة المحلية للعالم. يعني انت بتحكي صورتك المحلية للعالم. احنا عندنا قصور في التوصيل مش في الدراما برا في حد ذاته. بعدين الدراما دايره صرف ودايره كده، دايره شغل. الدراما زيها دراما ما دايره شربوت. دايره الشربوت ده بالمناسبه اقول لك حاجه، الشربوت ده اثر عليك انت والله حاجه مريم. والله شربوتك عادي لكن شفت عمار راسه خفيف يكون ما متعود عليه. لكن علي يعني احنا اليوم بنعيش واقع جديد، يعني عايز اعرف حنتقل لكم انتم برضو، ما هو تصوركم لانه لاعمال المستقبل، وكيف انه يمكن تلعب تاثير في الواقع الجديد اللي بنعيش فيه؟ وصدق احنا تكلمنا عن حنبنيه. وين موقعكم؟ احنا موقعنا موجودين. اول حاجه الثوره السودانيه هي ثوره الانسان السوداني، يعني احنا تعاملنا مع الثوره ما كفرقه همبريب، تعاملنا كعلي ككوكي كمصهر كجلواك ككده، تعاملنا مع الثورة السودانية بشخوصنا كسودانيين. يا سلام. أي فأنا بقول لهم كل سنة طيبين، كوكي جلواك كل سنة طيبين. جلواك تعال راجع بعد خلاص كويس جلواك. أي والله تعال طيب. إحنا بذكر جلواك ده نكون كده وصلنا معكم للختام في حلقتنا الليلة الأولى من 24 قرات رويدان، سعيت بالرفقة دي وتحايا الفريق العامل والإخراج والإعداد وكل الشباب في التصوير في كل الأشياء، بالتأكيد ساهموا في إنتاج هذا العمل وخروج البرنامج للنور. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا كثير، وكل سنة وانتم طيبين لكل الشعب السوداني. الناس البرة نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يعيد العيد علينا والسودان. شكرا فل.
شكرا شكرا شباب. كارلوس شكرا. مجاهد محمد شكرا كثير. شكرا. لقاء جديد غدا بإذن الله. رويدة اجمعنا بكم وانتظرونا وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.